أريد أن أتكلم الآن عن الحوثيين. أنا شخصياً لا أؤيد الحوثيين، وأنا أعتبرهم خارجين عن القانون وإلى أعمال اللي قاموا فيها من ناحية اليمن، وكانت أعمال سيئة سواء في صنعاء ولا في مناطق أخرى، وأنا أتلعن عليهم، ملعونين هذول، ولا شك أنهم كانوا هم عصابة في يد إيران، لا شك هذا، لأنه كيف ممكن أنه يجيبوا طائرات غير مسيرة ويهاجموا فيها السعودية وأرامكو بدون ما يكون من إيران أي مساعدة؟ مستحيل، لا يمكن يعني. ولكن أسوأ منهم هم السعوديين والإماراتيين. السعوديين اللي هو برئاسة هذا الملعون المراهق الجاهل اللي هو ما يسمى محمد ابن سلمان، هذا إنسان تافه، إنسان جاهل، لا يفقه شيء لا في الدين ولا في التاريخ، ما عليه إلا بس يقول لك الإخوانجي ومش عارف إيش، هذا لا يفهم شيء، ما بيعرف إنه الناس اللي كانوا خربين السعودية كلها كانوا هم جماعة اللي بيأمروا بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا أعرفهم شخصيا لأني أنا درست في السعودية لمدة 3 سنوات، 3 سنوات، وأنا أستاذ مدرسي في منطقة زهران اللي هي قريبة من الباحة وقريبة من هناك في بلد اسمها القوارير، أنا لا يمكن أنساها. كان هم اللي كانوا يجيبوا لنا المشاكل هذولا، لأنه كانوا يقولوا عنا إحنا المتعاقدين، معاقدين معانا، كنا أساتذة مدرسة، إنه إحنا بندخن وإحنا مش عارف بنلبس مقصات، بنلبس بلاطين يعني، وإلى آخره. جماعة تافهين جدا وسيئين، وأنا هتحدث معاهم أكثر فأكثر وأبين إنه هؤلاء هم اللي جابوا المشاكل كلها إلى السعودية وأخروها، هم وجماعة إيش اللي هم الجماعة المتعصبين من المسلمين، اللي هم جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى آخره، اللي هم لا أدري أسماءهم في الوقت الحاضر، هم اللي كانوا هناك وأنا أعرفهم، وأنا درست في السعودية كأستاذ مدرسي ما بين 1959 إلى 1962، 3 سنوات، فأنا بعرف الأمور كلها، وزرت كل المناطق بالسعودية، وخاصة أنه والدي رحمة الله عليه اللي هو كان يسمى حسن محمود أو الحنون، كان في منطقة المنطقة الشرقية، تزوج من بيت المهنة من عائلة هناك، وعندي خوات وإخوة ولا يزالوا موجودين الآن في المنطقة الشرقية، وخاصة في بلد العيون، وأنا زرتهم وإن شاء الله حزورهم قريبا إن شاء الله. ولذلك أنا أعرف السعودية تماما، وأنا أحب الخير إلى السعودية، وأنا أعتقد أن الشعب السعودي شعب ممتاز وشعب جيد، ولكن هذا محمد ابن سلمان جاي بيعمل تغييرات جذرية ليست هي من الإسلام في شيء، كله عبارة عن انترتينمنت، عبارة عن انشغلات إلى علاقة بالأغاني وبالرفاهي وبالكذا، هاي السعوديين ما بيعرفوا عن هاي الأشياء، هو بده يجيها أشياء حديثة وبعدين بيجيب لك شغلات بعيدها لأيام الدرعية ومش عارف إيش من نوع، فهو ما بيركز على أهم شيء بالسعودية، هي الحرمين الشريفين، هي مكة المكرمة والمدينة المنورة، دول أهم شيء موجودين بالسعودية، والسعودية قلب، هي قلب العالم الإسلامي، لازم نركز عليها إنها تكون
هي كقلب العالم الإسلامي. هاي أهم شيء، كل شيء ما عداها يعتبر ما هو شيء أساسي على الإطلاق. ولا تحاول تعمل السعوديين إنها تكون يعني كأنها الأردن أو العراق وكذا، تعملوها إنه عبارة عن دولة، يتركزوا على كونها دولة سعودية ومش عارف إيش. يعرفوا إن السعودية عبارة عن منطقة هي تعتبر قلب العالم الإسلامي. هذا الشيء اللي بقوله أنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.